اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. نعدي بقى على اخبارنا وتفاصيل اخبارنا النهارده. وخبر انا عارف انه يعني بيجي لنا طبعا على السوشيال ميديا، على الانستجرام والتويتر والفيسبوك، على صفحات القناه، ناس كتير جدا بتسال على وضع صالح جمعه، وناس كتير جدا بتطالب ريني فايلر بانه يشرك صالح جمعه. انا اتكلمت مع حضراتكم امبارح انه حاله التوتر اللي كانت موجوده اصبحت تاريخ، يعني من الماضي مش بنتكلم فيها خلاص. واعتقد انه صالح شخصيا فتح صفحه جديده مع نفسه قبل ما تكون مع اي حد تاني. وان شاء الله بقول لحضراتكم في السادسه انتظروا صالح جمعه قريبا جدا في صفوف النادي الاهلي. بس اتكلمت امبارح مع حضراتكم وقلت انه من الوارد، عشان احنا عارفين صالح وعارفين قيمته وعارفين موهبته وعارفين حجمه وتاثيره في الفريق، لما يكون جاهز، وهو حتى اللحظه مش جاهز، بيبذل مجهود كبير جدا في حاله تركيز عاليه جدا. ويمكن عشان ده ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي حط برنامج خاص لصالح جمعه. الهدف من البرنامج انه صالح يخس شويه، مساله وزن زي ما بيقولوا، عشان يقدر يرجع للوزن المثالي اللي يسمح ليه ان هو يشارك فيه ماتشات الفريق ان شاء الله. هو مستر فايلر حاسس انه وزن صالح يعني يعتبر عقبه شويه في طريق عودته للملاعب، عشان كده تم وضع البرنامج الخاص بتنزيل وزن صالح جمعه. والحقيقه الراجل بيتكلم على انه بيحترم جدا التزام صالح جمعه في الفتره الاخيره، لكن من ناحيتين، ناحيه انه اللاعب لسه مش جاهز، وناحيه وارد جدا وحضراتكم رغبه الجماهير انه صالح يظهر في ماتشات يساره في التوقيت ده، هو مش جاهز ممكن الحقيقه يجيب نتيجه عكسيه ويرجعنا خطوات كثيره جدا لورا. فنتمنى ان شاء الله باذن الله. بنشوف تعليقات كتير فعلا من الناس على صفحتنا على السوشيال ميديا يا احمد، انه عايزين صالح جمعه يرجع وريني فايلر غلط انه مش دي رؤيه فنيه لمدرب. واكيد احنا فاهمين قد ايه حضراتكم بتقدروا موهبه، ما فيش اختلاف على موهبه او مهاره صالح جمعه، ما فيش اختلاف ان لما صالح جمعه بيبقى في الفريق بيبقى فيه فرق. وباذن الله ان هو الفتره الجايه يكون مستعد ويشارك، لان احنا برده داخلين على مرحله حاسمه في افريقيا. وزي ما احمد قال امبارح، ما فيش ابدا مدير فني هيكون شايف ان في لاعب جاهز 100% وقادر انه يفرق جدا مع الفريق ومش هيشارك او مش هيلعب. خلينا برضو نروح للحق.